حكم مصافحة النساء الأجنبيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، تعني في البيعة، إنما يقول قد بايعتكن كلاما. وأرد عن معقل بن يسار مرة من قوله، ومرة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.